السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنحيي بلد الجريده على هذه المناسبات اللي ما تبقى حتى شي حزبيه بحال هادشي. من قلت حتى شي حزب ابتداء من الرابع العربي لهنايا حتى حزب ما استطاع يدير هذا المسائل. علاش؟ جميع الاحزاب السياسيه حست بانها ارتكبت اخطاء واخطاء تجاه الشعب المغربي. الموضوع ديال المرأة موضوع حساس، ولكن كاين مواضيع أخرى، كاين الرجل حتى هو كاين شي مشاكل، كاين أطفال، ولكن المرأة شكون مسؤول على هذا؟ الأحزاب السياسية، لأن الأحزاب ما كانش كتمارس السياسة، ما كانش سياسة، كان كيجمع المصالح ديالهم، وحنا ما عندنا السياسة في البلاد. أول ما قالوا بوليتيك أومار، كاينة سياسة وحدة اللي راه ناجحة. صاحب الجلالة هي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. من غير هذه السياسة ما كاينة سياسة، كاينة هي السياسي، وهذا هو الفساد. الفساد في المغرب ماشي دوك الناس اللي نهضروا 200 عام وكذا، هو بالأحزاب السياسية. ما عندنا فاعل سياسي ولا فاعل قادم. أنا نتحدى وأتحدى باش يقول لي واحد أنا زعيم سياسي. حنا عشنا سنوات الرصاص، تعتقلنا، تعورنا، علاش؟ جبناها في مكان سياسي اللي راه في المغرب، وانا ما كاينش بحال صغار مكان سياسي، في 84 ما تقدرش تهضر، حنايا ادينا الضريبة ديالنا، ومازال حنا العرب عند الزور دي توصية الإنصاف والمصالحة ما خرجتش للواقع، مازال حنا العرب شراء، لحد الآن. بالرغم كان هاد المجلس الوطني لحقوق الانسان ما كان والو اني عليهم انا ما قاوم بصراحه خص حكومه دي واحد الانصاف فعلا لا كاين شي جامع يخدموش واخا انا راجل برا ما شفت حد مجلس الاستشاري شحال هذا هو مجلس المسؤول بدون بلاصه تما وخصهم يدخلوا ما عطاو بحال انا ولي ما كان لان معلاش راهم تما غير المصالح التمرس من الضرائب التمرس باش نحيدو البقاء العربية ديال الوطن هادشي اللي كاين نقول وشكرا سعد علي شكرا انا ما كنتش غادي نتحدث بصراحة لان انا عارف انا باش نهضر صافي شكرا شكرا في البارتي بوليتيك هذا شكرا موتو شكرا